بسم الله، النهاردة عندنا تركيبة السلابوش الموديل بتاعها اللي هو 25. طبعا أول حاجة بنعملها بنبدأ من جوه، نفتح الباب. عندنا مكان الملح طبعا اللي هو تحت هنا زي ما احنا عارفين كل موديلات كده. البوش بنفتحه نص لفة ناحية الشمال. طبعا أول استعمال بنملى مية، المية تظهر قدام لغاية عينها كده، ونقوم حاطين 3/4 كيلو ملح. 3/4 كيلو ملح بالقمع اللي احنا قلنا بنشتريه، لان الموديل ده ما بيجيش بالقمع بتاعه، القمع يكون فتحته واسعه من تحت. بعد كده كل استعمال طبعا بيبقى ما بنحتاجلوش الا لما اللمبه تنور عند بتاعه الملح. عندي هنا الفلتر دوت بيتفتح كل غسلتين، لو في اي شوائب اي حاجه فلتت مني هنا بشيلها، بنضف وبغسله وبرجعه تاني وبقفل كده السهم على السهم يبقى مقفول. عندنا طرق رص زي الشقه، برص اطباق السيرفيس. الاطباق الكبيره بتترص هي اللي بتبقى في الدور اللي تحت هنا، شوك معلقه سكاكين بتبقى هنا. عندي هنا بقى ممكن احط الحلل، جميع الحلل ما عدا الالومنيا، تيفال بايركس ساج ستانلس بتتحط، او جرانيت الحطله بتتحط مقلوبه. لو حله كبيره هتيجي عادي، لو الحله صغيره ممكن تعلق، ممكن ما تضايقها، فبضطر اطلع دي السنه لقدام وبنزل كده اهوت، احط الحاجه اللي انا عاوزها، عاوز ارفعهم تاني بكل سهوله كده، ارجع الرف مكانه، الف المروحه لو في حاجة عالية توقف المروحة بشيلها. عندي هنا اطباق الخضار، اطباق الجبن، اطباق الجاتو. هنا بحط كوبايات، هنا ممكن سكينة طويلة او حاجة طويلة من بتاعة التوزيع بس ما تبقاش عالية عشان الحتة دي ضيقة. عندي هنا ممكن احط كوبايات، دي سنادة كوبايات، ممكن احط كوبايات او كاسات هنا، ممكن هنا احط فنجان واحط الطبق بتاعه مقلوب عليه، ممكن هنا احط اشيل بتاعة المعالق من تحت واحط المعالق هنا استخدمها في للمعالق ديت مش محتاجة خلاص، بقفل. عندي هنا ده مكان الزيت، بفتح كده بحط الزيت هنا يظهر قدام لغايه عينه واقفل. الزيت للمبه زي الملح، يبقى الملح ملح غسالات اطباق، والزيت زيت غسالات اطباق دوت الملمع دوت، كل لما هنحتاج هتلاقي اللمبه بتاعته اللي هنوريها دلوقتي بره. عندي هنا المسحوق، المسحوق ده كنا هنجيب اقراص، هنحط قرص كل غسله او بودر، هنحط معلقه اكل كبيره هنا، هنقوم قافلين كل مره بتلاقي مفتوح لوحده. انا عندي القطعه ديت بتيجي هنا معايا، طب القطعه ديت بتاعت قفل الموديل دوت، حضرتك احنا بنشيل الدوت الرف دوت كده. في حاله انا عندي حله بريستو كبيره او حاجه، حلل الكبيره بشيل كده الرف خالص، شلته زي ما احنا شايفين اهوت ورجعت كده. عندي ديت بقوم حاططها هنا وبقوم لففها كده في النص اهي، حاططها كده في النص واقوم لففها. مجرد ان انا حطيتها كده ديت بتشتغل، بحط الحله تبقى الحله طبعا البريستو بتبقى عاليه كده، والرشاش دوت بيشتغل مكان الرشاش التاني. مش عاوزها نص لفه كده وبقوم مطلعها تاني ومرجع الرف مكانه. عندنا هنا اول ما بقفل الباب بدوس على الباور، دوست على الباور ابدا اللي انا اظبط البروجرام على حسب نوع الحاجه اللي عندي. عندي الموديل دوت بخمس برامج، عندي البرنامج دوت اللي هو 15 دقيقة، البرنامج دوت تشطيف اولي، حاجات بدون مسحوق، حاجات مطربة. البرنامج ده برنامج احنا بنقول عليه السريع، اللي هو ممكن حاجة الفطار والعشاء، الحاجات اللي ما فيهاش دهون، ده درجة حرارته 45 دوت، الحاجات اللي هي الازاز الكريستالات اللي انا خايف عليها درجة حرارته 40 فمش هتحصل اي مشكلة. البرنامج ده ايكو، بيوفر كهرباء بيوفر ميه، بس مشكلته درجة حرارته قليلة ووقته كتير قوي 3 ساعات ونص، ودرجة حرارته اللي هو مش هينضف الدهون الشديدة. ده البرنامج الأساسي بتاعي هو دوت، لو 70 درجة حرارة بتاع الدهون. يبقى أنا دوست باور وظبطت البروجرام، لو أنا محتاج حاجة من دول بدوس عليها وبعدين أدوس على الستارت. طب إيه هما دول؟ عندي دوت فيروس بيد، الزرار دوت حلو قوي، يعني البرنامج ساعتين 25 لو ضغطت عليه بيبقى ساعة ونص، دوت تكفيف زيادة تمام. عندي هنا تأجيل البدء، اللي عاوز يشتغل سلسلة الشغل بعد ساعة ساعتين ثلاثة لغاية 24 ساعة، طبعا مش محتاجه حتى لو ضغطت، بدل ما أقعد أضغط أضغط عاوز ألغي، لا بدوس الباور وأرجعه تاني هو خلاص اتلغى. عند اللمبة دي ترينس اي دي اللي هو الزيت، والسولد اللي هو الملح اهوت، في حالة اللي في لمبة هنا نورت تشيك ووتر يقول لك المية قطعة. بمجرد ان انا ظبطت على البرنامج، لو انا هشتغل على البرنامج ده على طول هسيبه بقى على طول كده مش هحرك الاكرة، كل مرة اللي انا هعمله هدوس باور وادوس ستارت، ثبتت اللمبة كده زي ما احنا شايفين خلاص اشتغلت، تاخد امر الشغل، تفضل الوقت التايم ده يقل 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 لغاية خلاص اصفر صفر في الاخر، خلصت بسيب الغساله نص ساعه عشان عمليه التجفيف، لو فتحت على طول بتلاقي الحاجه مبلوله. طبعا يستحسن لو هي معمول لها زرار زي عندي هنا معمول لها زرار يتفصل بعد كل غسله، لو النور قطع يتفصل لغايه ما الكهرباء تيجي ويظبط انهم فاتحين تاني، دوت طبعا حفاظ على الغساله. وبين الغسله والغسله نفس الوقت اللي قعدته، لو قعد برنامج ساعتين ونص الريحه ساعتين ونص، برنامج ساعه ونص نريحه ساعه ونص. شكرا.